هذه فتنة الصحافقة. ومع هذا هم يدخلون للشيخ ما أرادوا من الكلام، يعني لو كانوا بيكرهوه يدخلوا للشيخ عنك الكذب من أفظع الكذبات وأبشعها. نقلوا للشيخ ربيع حفظه الله تعالى الوالد الجليل، نقلوا له عن الشيخ محمد بن هادي كلاما، قالوا له الشيخ محمد بن هادي يقول لبعض الناس في دولة ما تعاونوا مع الإخوان المسلمين. الشيخ ربيع طلب منهم قال اتصلوا على الشيخ محمد، اتصلوا عليه أمامه، الشيخ ما يتكلم بالتلفون هو مباشر. فلما تكلموا سألوا الشيخ محمد، قال له الشيخ ربيع يقول لك هل أنت تقول كذا وكذا وكذا؟ قال له يا شيخ معقول أنا أقول هذا؟ أو كلمة نحوها، أنا أقول هذا يا شيخ؟ قام سأل الصعفوق الماسك التلفون، قال له الشيخ ربيع قال له ماذا قال؟ قال له قال لك نعم أنا أقول هذا يا شيخ. هؤلاء يؤتمنون على دين؟ يؤتمنوا؟ والشيخ في النهاية مهما بلغ من العلم والمكانة هو لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في الغيوب وما في الصدور، إنما يحكم بما ظهر له وهو يثق في هؤلاء الناس. يا شيخ هذا الكلام هذا الذي ينسب إليك إما تصدقه وإما تكذبه. أنت ما قلت له هذا الكلام. هو من يقول انك لم تقل بهذا الكلام في الاوراق التي عندك شيخ. في الاوراق ذكر بس فقط قولك ابغى منك الان انا ابدا، انت قلت له هذا الكلام ولا ما قلت له؟ هو بنفسي الان ابلغ مني، انا يمكن اقول هذا الكلام؟ يمكن. يقول يمكن اقول هذا الكلام. يمكن هذا الكلام. يقول لا لا يقول يمكن اقول هذا الكلام، يمكن لا يمكن لا يمكن ما قلت له يمكن المجالس الصوفيه والاخوان والصحابيين. نعم، يقول أنا قلت له لما قال لي أنا أعود هناك ويكون البلاد فيها حزبيون والمشرقة وتكلم عن المشرقة وفيهم تكون عن كل كيان داري يدعو يا دين لازم الله على وهذا هو يسمعني عندك. والله ما يقول أنت ذكي يقول أنت خليه يعني كن ذكيا، كن ذكيا في التعامل يعني مع أهل البدع مباراة بس. ما دخلهم؟ حجبوا الناس عن العلماء، وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء. لم تستطيع أن تزور الشيخ ربيع أياما، أياما تمكث في المدينة لم تزوره، الباب مغلق. الصحافة يستأثرون بالشيخ. الشيخ واحد من مشايخنا الكبار، خليك من الاسم، من كلمنا قبل ايام ذهب لزيارة الشيخ ربيع، لما جاء عند الباب قالوا الشيخ نايم والشيخ مو نايم، رجعوه الشيخ نايم. هذه فتنة الصحافة، مجرمين خبثاء.